السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في قصة جديدة من بعد غيبة طويلة. أولا اللهم ارحم أمي وأبي وأخي واغفر لهما ولجميع المسلمين. قصتنا اليوم قصة جواهر حجي، بنت فلسطينية متغربة في أمريكا. اش غادي نقول لكم، يعني قصة شوية مؤلمة، ولكن تبعوا معي حتى الأخير. جواهر حجي 26 سنة، بنت فلسطينية، يعني من عائلة متغربة بأمريكا وبالخصوص منطقة لاس فيغاس. جواهر يعني بنت كأي البنات، ما عندها مشاكل مع حد، متفوقة كذلك في الدراسة ديالها، يعني عايشة حياة عادية كأي بنت. وفي يوم 23 ديسمبر من سنة 2020 كتخرج جواهر مع 11:30 ديال الصباح باش تقضى شي اغراض، كيف كيتقداو الجميع اغراضهم. خرجت وتعطلت، يعني ماشي كيف المعتاد. هنا تقلقت عليها الام ديالها، بدات كتصايط لها في التليفون، البنت ما كتجاوبش. قالت يا اما نسات التليفون في السياره ولا تسالى يعني من لا شارج. صبرت شويه، ما بانش البنت، بدات كتعيط لصديقاتها، يعني حتى وحده ما عرفت عليها شي اخبار. هنا الام يعني طاح الليل وبدات تتقلق، بغات يعني تمشي تبلغ الشرطه بهذا الاختفاء ديال بنتها، ولكن القانون في امريكا ما تسمح لكش تبلغ على شي واحد يعني في حاله اختفاء وهو بالغ الا بعد 72 ساعه. داكشي اللي دارت الام، تسنات النهار الاول النهار الثاني، ما بان اخبار على جواهر. في النهار الثاني اللي هو 25 ديسمبر من سنه 2020 مشات تبلغ على الاختفاء ديالها، يعني وكتقول بنتها راها تختطفات. هذا الاختفاء يعني ما عندوش شي مبرر، عارفه بنتها ما كتمشي لتا شي بلاصه. قالت لهم يعني بنتي تخطفات وضروري من التدخل السريع. المهم بعد دارت البلاغ مشات للدار، وفي هذاك اليوم في الجوج الليل اللي هو يعني الاول ديال اليوم الثالث، في الجوج الليل كيف قلنا كتلقى تليفون من عند الشرطه بان السياره ديال بنتها تلقات في واحد الموقع ديال البناء، والصبح غادي تكون تماك الشرطة، يعني وهليكوبتر وفريق بحث باش غادي يشوفوا البنت ديالها، وضروري على الأم ديالها باش تمشي تاخد السيارة من تماك هنا في الصباح. كيف يعقل حالة اختفاء والأم تمشي تاخد السيارة؟ يعني ما غتشخص هاد السيارة، ما غادي يقلبوا فيها، ما غادي. المهم داكشي اللي كان. المهم في الصباح الام ديالها مشات هي واحد الاخت صغيره على جواهر، مشاو الموقع البناء فين تلقات السياره، لقاو بالفعل تماك السياره، ولكن لقاو السوارت والصاك لداخل. هزو المهم كيف غنقولوا السياره، لقاو شادينهم. المهم تما كاين النهار كامل الى حتى الجوج الليل، عاد وصلت للدار هي والاخت ديال جواهر، هي وبنتها الصغيره. وصلت كتلقى يعني العائله كلها مجموعه تما، كاينه على ما يقرب 20 شخص من العائله مجموعين في الدار. المهم اتفقوا اش غيديروا، قالوا يمشيو يقلبوا في ذاك المكان اللي تلقات فيه السياره. ناضوا الخمسة الصباح، مشاو لذاك موقع البناء، يعني ذاك موقع البناء جا غير في واحد الجبل، يعني الجبل تماك صغير ماشي شي جبل عالي، ها هو لان كيتبنى فيه البني تما كاينه. المهم مشاو بداو تيقلبوا، عياو ما يعيطوا بالاسم ديالها، حتى واحد ما كيجاوب، ما لقاو يعني لا اثار ديالها ولا والو. طلع الصباح ما جات لا شرطه لا هليكوبتر لا فريق بحث. المهم اتصلت الام ديالها من الشرطه، اش غادي يجاوبها ببروده بان الهليكوبتر ما كايناش، وحتى المحقق اللي خصو يكون في يعني في هذاك الموقع راه في عطله،
ما غيجي من بعد يومين. المهم هذيك المنطقة اللي قلنا اللي لقاو فيها يعني الطوموبيل تبع لواحد الشركة ديال البني اللي الاسم ديالها لينار، يعني كتبني عليها ديور وفيلات يعني غاليين كيف غنقولوا. وكاينين كاميرات تما كاينه اللي يعني مبينين الموقع كامل، والناس يعني كتمشى تما كاينه وكتريد. والبوليس يقولوا بان الكاميرات يعني بعيدين على مكان الموقع، يعني ما صوروا حتى شي حاجه، وحتى يعني الساك والسوارت كانوا فوق السياره كيف قال يعني في الاتصال ديال البوليس. قالوا لا راه السوارت، ولكن الشرطي هو اللي دخلهم للداخل. هذا ماشي تلف الادله، كيف يعقل يعني تلقى يعني كيف غنقولوا القضيه واخذينها باستهزاء، ومازال غادي نشوفوا هذه القصه يعني عجب العجاب. كيفاش يعني هي كتقول حاله اختفاء وتا البنت مختفيه وتجمها وتاخذ يعني السياره كيف غنقولوا من مسرح الجريمه، تقدر تكون جريمه. كيفاش تجي الام وتاخذ السياره من تماك ما يوقع كيف قلت فيها لا تشخيص ولا بحث ولا ولا ولا. وحتى الشرطه رجعوا للكاميرات وتيقولوا بان ما بينش شكون اللي نزل تما كاينه السياره، والسياره كيف قلت تصابت حدا ورشه ديال البناء، يعني داك الورشه ديال البناء من 6 د العشيه الفوق ما تقدرش حتى واحد ما يدخل كيف غنقولوا بريفيتيران، يعني حتى شي واحد ما يدخل تماك غير البنايه ولا المهندسين ديال المشروع هما اللي يدخل تماك ماشي من ورا. اذا كي دار دخلت السياره تماك وتحطات وزيد من الفوق وبقات 3 ايام تما كاينه، ما يمكنش. كيفاش دخلت البنت طوموبيل كيف كنشوفوا اللون ديالها احمر دخلات وبقات 3 ايام تما كاينه وحتى شي واحد ما تكلم عليها. المهم الام جواهر يعني بداو فاضلين في البحث وكرات كذلك كلاب مدربه، ولكن ما كاين حتى شي دليل. غير المشكله هذاك الجبل يعني ما حتى شي واحد ما يقدر يطيح منه ويموت ولا وما فيهش شي غيران ولا كفال للانسان غادي يدخل ليهم ما غيبانش، لا يعني منطقه باينه لا تحت الحجرات بان تما كاينه. كيفاش وصلت السياره والبنت ما كايناش؟ انا تاكدت الام ديال جواهر بان بنتها ما كايناش تما كاينه، ومن بعد يوم اتصلت بها الشرطه وقالوا لها المحقق اللي شد هذه القضيه ها هو وصل. المهم اللي اتصلت بالمحقق وسولته بان هذيك البلاصه يعني راه فيها كاميرات يعني يمكن يشوف شنو كاين، اش قال لها؟ قال لها ببروده بغيت شيتات السنان ديال بنتك والتليفون باش يعني ناخذ منهم لدين باش الى لقينا بنتك جوتا يمكن نتعرفوا عليها. قالت له كيفاش الى لقيتوها جوتا؟ الى لقيتوها جوتا انا امها نتعرف عليها. ملي قالت له هذه القضيه انا امها يعني لا كانت جوتا نتعرف عليها، هنا هو يقول لها ولا لقيناها عظام. كيفاش الى لقيتوها عظام؟ هنا الام استغربت كيفاش هذا المحقق يقول الى لقينا بنتك عظام، ما مسكينه ما فهمت والو تما يعني انهارت بالبكاء هي والاخ ديالها كيفاش يلقاو بنتي عظام. المهم دازت ايامات بدات تتصل بذاك المحقق، نهار بعد نهار هو ما كيجاوبهاش، الى حتى لواحد النهار يعني جاوبها ببروده قال لها يعني واش غير القضيه ديال بنتك اللي كاينه؟ راهم كاينين مئات القضايا، ولا كان شي حاجه راه حنا غنعاودو نتصلو بك. المهم بعد اسبوع جات الشرطه يعني المكان الحادث، جابت كلاب يعني مدربه على شم الرائحه، بداو تابعين الاثار ديال جواهر الى حتى لواحد الحجره يعني ومشى الاثار ديالها. كيفاش يعني فين غبرت هاد البنت؟ اش غدير الشرطه؟ بداو كيوجهوا الاتهامات للعائله ديال الام ديال جواهر. الى حتى واحد الليله دخلوا عليهم لديورهم بداو تيخرجوهم للسيارات باش يستجوبوهم وبلا فائده، وكذلك طلبوا منهم باش يدوزوهم على
جهاز كشف الكاذب. الأم ديال الجواهر ما وافقتش على هذه القضية، قالت لهم بشرط بأن حتى العمال ديال ورشة البناء تهما تستجوبوهم يعني تعرضوهم على هذا الجهاز. ولكن الشرطة فوق ما كتكلم معهم الأم ديال الجواهر على هذه القضية، يعني على هذه الورشة ديال البناء، كيوقع تعصب تيتعصبوا، لأن هذيك الورشة ديال البناء كيف غنقولوا عندها سمعة طيبة يعني، وأتمينة باهظة تما كاينة في ذاك البلاصة، يعني خافوا على السمعة ديال الشركة اللي سمع تماك وقعت شي جريمة ولا شي حالة اختفاء، يعني ما غاديش يزعم باش يشري، يعني كانت مصالح. من ذاك الوقت يعني والشرطة ما عطياش أهمية لهاد القضية، ورغم الإصرار ديال الأم ديال الجواهر على باش يفحصوا الكاميرات، ولكن بدون جدوى. الفيديو الواحد اللي شافته هو هذا، وهذا الفيديو كان تعرض في واحد القناة التلفزيونية، سلمته لهم الشرطة. شوف على قضية كي دايره، يسلموا الفيديو الضحية الإذاعة التلفزية، ولكن الأم المعنية بالأمر ما يسلموا لاش، يعني ما كانت تتوري المين جواهر إلى حتى شي فيديو ولا شي حاجة، بكل برودة واخذ القضية. وبقات ضغط الأم جواهر يعني على الشرطة بدون جدوى، وكذلك كرات درونات وكرات فريق بحث باش يقلبوا في هذيك البلاصة وبدون جدوى. ومن بعد اتصلت بشركة يعني مختصة سبيسيال في الكلاب المدربة، مشاو للموقع، وهنا الاستغراب، هنا كتمنع الشرطة يعني هذه الشركة ديال الكلاب المدربة باش يبحثوا في المكان. علاش سيدي؟ قالوا لهم بأن هذا المكان مسرح جريمة، يعني ما يقدر حتى شي واحد يدخل ليه. كيفاش مسرح جريمة والناس كتمشى تماك وكتريض، ويعني أعمال البناء مازال خدامة تماكينة، كيفاش مسرح جريمة؟ وعلاش ما كانش مسرح جريمة شحال هذه؟ تاجت هذه الشركة المختصة بهذه الكلاب المدربة وتحسب عليهم مسرح جريمة. المهم داز 3 شهور على اختفاء جواهر، ما بان والو، الى حتى لواحد النهار وكيجي اتصال الام ديال جواهر، شي وحده عيطات لها. اش غتقول لها؟ قالت لها ما عمر كي تشوفي بنتك اقطعات. استغربت الام شكون هذه اللي يعني عيطات لها هكا وقطعات. مشات عند البوليس وخبر الرقم وبداك الشيء، لحد الساعة مازال ما تعرفات شكون هذيك المرأة اللي اتصلت بالأم الجواهر وقالت لها ما عمرك غتشوفي بنتك. المهم دازت أيام وكتصل الشرطة عاوتاني بأم جواهر وكتخبرها الخبر بأن القضية ولا ملف القضية غادي تقفل، على أساس بأنها ماشي جريمة. كيفاش ماشي جريمة وهي حالة اختفاء؟ المهم قالوا لها بنتك راه هربات مع شي واحد للمكسيك وراه كتمتع دابا في المكسيك وانت فضحنا راسنا. المهم طالباتهم باش الملف ديالها يولي للاف بي اي، ولكن قالوا لها يعني قضيه بنتك ماشي جريمه، فلهذا ما يمكنش القضيه ديالك تمشي للاف بي اي. وكيف قلنا الشرطه كتقول بان القضية ديال جواهر ماشي جريمة، داكشي باش ما خلاوهاش تعرضها على الاف بي اي. ووقت ما جات شركة الكلاب المدربة كان مسرح الجريمة. شفتوا التناقض؟ مازال نشوفه. دازت ايام وما بعد اخبار على جواهر، الى حتى واحد النهار في تنبير من سنة 2021 وكيجي اتصال من عند الشرطة باش الام ديال جواهر تجي تعطي شي حاجه من الحمض النووي ديالها. علاش؟ باش يقاروه مع شي بقايا عظام لقاوهم. احنا علاش قلنا الاول فاش قال لها المحقق الى لقيناهم عظام، دابا خصها تجي باش يقارنهم مع داك العظام. المهم مشات الام ديال جواهر وراوهم شي تصويره من المكان اللي لقاو فيه داك العظام، ولكن الام ديال جواهر كتاكد بان ذاك البلاصه ما كانت فيها حتى شي حاجه،
هالامور يعني بدات تتعقد. المهم في الاخير مطابقه ديال الحمض النووي كطلع مطابقه لذاك العظام، يعني ها عظيمات بنتك وجمعيهم. شنو هما هاد العظام؟ عباره عن جمجمه وواحد طريف من العمود الفقري وشي طراف من الصبعان، هادو هما العظام ديال البقايا ديال بنتها. ملي سولتهم يعني كيفاش هذه بنتي ولقيتوها عظام، قالوا لها ممكن حيوانات مفترسة هي اللي دارت لها هكا، وسيري بدي دفني بنتك. واش غدير مسكينة؟ دفنات داك العظيمات، وسبب الوفاة كان غير معروف، شهادة الوفاة. يعني شنقولوا؟ قضية عنصرية، تعنصروا مع هاد وتا يعني الامور كلها، كاين شي حاجه تما كاينه ما يمكنش. لان ملي بغات ترفع دعوى على شركه البناء والبوليس، تخيلوا حتى شي محامي ما قبل داك الدعوى. اي واحد الى حتى يوتيوب الامريكيين ما قبلوش يهضروا على واحد على هاد القضيه، الا واحد اليوتيوبر هي اللي هضرت على هاد القضيه. نطلب من الله تكون عجبتكم هذه القصة، وخا قصة مؤلمة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم.